إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. فيا عباد الله، أما بعد، فاعلموا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله في محكم كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها المسلمون، من أراد أن يحفظ له الله أهله وأولاده وبناته من الشر والأعداء وكيد الكائدين ويحفظ لهم دينهم فليتق الله، فلا يسرق لهم أو يكسب لهم من حرام أو ظلم أو عدوان، وأن لا يأكل حق أخواته وعماته من الميراث، ولا يستثمر أمواله في الربا والحرام والشبهات. فالله سبحانه وتعالى أورد دليلا قاطعا أن الآباء الصالحون يحفظ لهم أبناءهم بعد موتهم، كما ورد في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام الذي نزلت في سورة الكهف. وهذا دليل قاطع أن الله تكفل بحفظ الأبناء للآباء الصالحين، فأرسل الله نبيا ووليا لبناء الجدار لكي يحمي كنزا تركه هذا الوالد الصالح. وقد سمعت من الإمام المتوفي رحمة الله عليه محمد متولي الشعراوي قصة في هذا المجال. يقول: عندما تولى الخلافة اللهم صل على سيدنا محمد، عندما تولى الخلافة أبو جعفر المنصور جاءه المهنئون ليهنئوه بمنصبه، فرأى رجلا من أهل الصلاح والتقوى فقال: جاء ليعكر علينا صفو يومنا، لكني سأبدأ به قبل أن يبدأ.
وكان اسمه مقاتل ابن سليمان أو سليمان بن مقاتل. فقال: عظنا يا سليمان، عظنا يا مقاتل. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: عندما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ترك 11 ولدا وترك 18 دينار، اشتروا له قبرا بخمسة وكفنوه بأربعة، فبقي 9 دنانير وزعوها على الورثة. وعندما مات هشام بن عبد الملك كان له 4 زوجات، كان نصيب الواحدة 80,000 دينار، والأربع زوجات لهن الثمن التركة، وهذا من النقد غير الضياع والكسور. قال: فوالله يا أمير المؤمنين، رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل 100 فرس في سبيل الله، وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسولون في الطرقات. وتلا قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. واعلموا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأن أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على قلب المسلم. هذا ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن خير ما فيه وأن خير أعمالنا أن تلقى الله بوجه حسن، أن تلاقيه بقلب سليم. وخير الأعمال أن تكون خاتمتك خاتمة طيبة، كما ورد في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الله أمر بأمر وأمر به ملائكته، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم فك أسرى، اللهم فك قيد الأسرى والمساجين، وارحم الشهداء، وارحم أموات المسلمين جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.